استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية والوفد المرافق له، حيث عقد الوزيران لقاء ثنائيا تناول كل أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. السعودية عندها استراتيجية للصناعة بشكل عام، احنا عندنا استراتيجيتنا للصناعة بشكل عام. حضراتكم شفتوا يمكن الفترة اللي فاتت كلها الأزمات اللي مر بيها العالم، الأزمات الاقتصادية اللي مر بيها العالم، وما تتبع تلك الأزمات من أزمات في مجالات عدة، وبالذات النهاردة سلاسل الإمداد اللي كانت متوقفة وارتفاع الأسعار نتيجة لذلك، فما تم اتفاق عليه زي ما ذكرت لحضراتكم النهاردة نوع من أنواع التكامل. النهاردة أن تكون مصر زي مدخل للسوق الأفريقي عن طريق التصنيع المشترك، أجزاء ممكن تتصنع في المملكة العربية السعودية وأجزاء ممكن تتصنع في جمهورية مصر العربية، والعكس صحيح، أن برضو النهاردة تكون بوابة برضو أخرى لنا للسوق الخليجي هي المملكة العربية السعودية. اتفقنا على التكامل، اتفقنا على النهاردة تفعيل برضو الصناعات أو أهمية الصناعات القائمة على المعادن المستخرجة من الدولتين. النهاردة في ثروة معدنية موجودة في المملكة، في ثروة معدنية موجودة في جمهورية مصر العربية، والاثنين بنكمل بيهم بعض. فالنهاردة هيقوم عليهم ايه نوع انواع من الصناعات اللي ممكن النهاردة نستفيد بيها نزود القيمة المضافة ليهم للمعادن الاثنين. اتفقنا ايضا على توقيع في بروتوكول اتمضى ما بينهم الاثنين على التعاون في افريقيا والاستراتيجية السيارات، هما بيعملوا استراتيجية سيارات برضو اجزاء منها هتكون متصنعة موجودة في مصر، الصناعات المغذية ليها وهتكمل في المملكة العربية السعودية. شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها السعودية بشأن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الصادرات غير البترولية، وكذلك مذكرة تفاهم في مجال تطوير صناعة السيارات. جلسة يعني ودية مع الزملاء في القطاع الخاص من الجانبين، من الجانب المصري والسعودي. احنا يهمنا في المملكة، وأيضا معالي الأخ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري كان يهمنا ان احنا نسمع من القطاع الخاص، لانه في نهاية المطاف القطاع الخاص هو المسؤول عن ضخ الاستثمارات والمبادرة بالفرص. طبعا اطلعناهم على التوجهات المشتركة، التكامل الصناعي، وحفزناهم على يعني زيادة الاستثمارات واخذ الفرص هذه يعني محمل الجد. ايضا استمعنا لبعض التحديات اللي يواجهونها، وهناك الان ان شاء الله فريق عمل مشترك للعمل على معالجة كل التحديات باذن الله. تأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية في إطار سعي مصر والسعودية إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطنية وفتح الأبواب للمستثمرين في البلدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين.